والحقيقة عايزين نقف كده عند واقع ملموس وشفنا له 100 أمارة من قديم الأزل، فكرة أبناء مصر في الخارج. أبناء مصر في الخارج دايما بنلاقي منهم كتير جدا متألقين ومتفوقين وحديث المدينة، في كل مدينة هم مقيمين وعايشين وبيشتغلوا فيها. الكلام ده بيحصل على صعيد العلماء، على صعيد المهندسين، وبطبيعة الحال حصل كتير ولسه بيحصل ولسه هيحصل في دنيا علماء الطب، الأطباء المصريين البارزين في دول كتيرة جدا بالخارج. والخارج ده ممكن يعني يكون أمريكا، ممكن يكون إنجلترا، ممكن يكون فرنسا، ممكن يكون إيطاليا، ممكن يكون أي دولة من الدول الأوروبية. الحاجة الأكيدة أن احنا عندنا مجموعة كبيرة من علمائنا المصريين وأطبائنا المصريين اللي فعلا هم فخر لينا وفخر لمصر بشكل عام. عايزين نلقي الضوء على التفصيلة دي، على فكرة نبوغ العلماء المصريين في الخارج، وعايزين نضرب مثال ونموذج عشان يبقى الكلام على بينة. احنا معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ الدكتور أمجد حليم، أستاذ مساعد جراحة العظام في جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، دكتوراه في الطب من جامعة القاهرة. والحقيقة يعني خير نموذج ممكن نتكلم عنه ونلقي من خلاله الضوء على هذا الواقع وعلى هذه الحقيقة. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. اهلا استاذ كريم، صباح الخير من امريكا. صباح الفل، تحياتي لحضرتك ولبرنامجك المتميز ولقناه الاهلي واستاذ المشاهدين وللنادي الاهلي العريق اللي باشرف اني عضو فيه من ايام جدي من اربعينات القرن الماضي، وما زلت عضو عامل فيه وبزوره كل اجازه ليا في مصر. عظيم، حضرتك فخور بانتمائك للنادي الاهلي واحنا فخورين بانتمائك لمصر، وكالعاده العلماء والاطباء المصريين لما بتتاح لهم الفرصه والامكانيات كالعادة يعني بيتألقوا بالمعنى الحرفي. هل لهذا الأمر دلالة معينة تحب نبتدي بها حوارنا؟ والله يا فندم، هي زي ما حضرتك قلت مصر مليئة بالكفاءات، والكفاءات بتنور جوه وخارج مصر، وأنا يعني أدي لحضرتك أكثر من مثل زملائي وأساتذتي الدكاترة في داخل مصر اللي ليهم سمعة خارج مصر في كل المحافل الدولية وفي الجامعات الدولية. فالحمد لله ربنا مبارك في بلدنا وشعبها. جميل، ويا رب دايما ان شاء الله يا دكتور امجد. طيب انا عايز بس يعني برضو عشان يعني نوضح ولو تسمح لنا يعني بشكل مجازي ان احنا يعني نعتبر حضرتك نموذج من خلاله بنتكلم على فكره نجاح المصريين في الخارج، لو مشكورة بس تدينا فكره ولو نبذه مختصره عن خلفيه حضرتك. تمام. الحقيقه يمكن في حاجه حضرتك والجماهير ما تعرفوهاش، ان انا شرفت لاني كنت مدير الجهاز الطبي لقطاع كره السله في النادي الاهلي من 2005 ل 2008 مع المدير الفني العظيم كابتن اشرف توفيق وجيل ذهبي من اللعيبه النجوم منهم كابتن هيثم السعيد المدير المتالق مع حضرتك في القناه، ونجوم كتير قوي انا مش عايز اغفل اسم حد منهم لانهم اخواتي، انا زميلتهم في الملاعب من ايام ما كنت بلعب باسكت في فريق نادي الجزيره قصاد الجيل ده قبل ما تبتلعني كليه الطب ومشوارها. سيرتي الذاتيه باختصار، انا كنت نايب ثم مدرس مساعد ومدرس بكليه الطب بجامعه القاهره، حصلت على الدكتوراه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وبعدين سافرت 4 سنين تدريب في امريكا، حصلت خلالها على 4 زمالات في جراحه العظام، كانت مده كل زماله منهم سنه، اول واحده كانت في جراحه القدم والكاحل، والثانيه في تغيير المفاصل للركبه والفخذ، والثالثه كانت في جراحه اطاله العظام واصلاح تشوهات الطرف السفلي. اول 3 سنين كانوا في جامعه كورنيل في نيويورك، والحمد لله زي ما حضرتك عارف هي من اعرف جامعات امريكا. طبعا. وختمت بزماله الطب الرياضي واصابات الملاعب في جامعه جنوب فلوريدا. بعدها زي ما حضرتك تفضلت وقلت برضه عملت استاذ مساعد لجراحه العظام جامعه اوكلاهوما، وارأس قسم البحوث الاكلينيكيه بالقسم، كما اشرف حاليا برئاسه لجنه الاطباء بالجمعيه الامريكيه لجراحه القدم والكاحل، وعضو الهيئه التعليميه اللي بيسموها الاديوكيشن كونسل الجمعيه، بجانب عضويتي في الاكاديميه الامريكيه لجراحه العظام وجمعيه امريكا الشماليه للطب الرياضي والمناظير. عظيم عظيم، بسم الله ما شاء الله، كلها انجازات يعني مشرفه الحقيقه. طيب احنا سمعنا دكتور ان حضرتك ان شاء الله في القريب العاجل هيكون ليك زياره لمصر، وصرحت وقلت ان انت كمان هتزور دار العظام، فليه تحديدا دار العظام؟ مظبوط، بس قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك ليه تحديدا دار العظام، احب بس اقول ان انا دايما متواجد في مصر، لسه كنت بحاضر في المؤتمر الدولي جراحه القدم والكاحل في كليه الطب بجامعه القاهره بيتي بالمشاركه مع جمعيه جراحه القدم والكاحل المصريه في شهر سبتمبر. والزياره الجايه ان شاء الله ضمن فعاليات المؤتمر المشترك بين الجمعيه الامريكيه لجراحه القدم والكاحل مع نظريتها المصريه ضمن 11 محاضر وخبير اوروبي وامريكي. وفي كل المؤتمرات دي احنا الحمد لله بنشارك في تدريب شباب اطباء في مصر.
لكن المرة دي يعني كل مرة كنت باجي كنت بحضر بنظر عينين وبعمل عمليات في بيتي الأول اللي هو الأصل عيني. المرة دي فكرنا إن إحنا نمد خدماتنا للقطاع الطبي الخاص زي ما حضرتك عارف للإمكانيات المتوفرة فيه، ووجود قطاع عريض جدا من المرضى عايزين الخدمة الطبية المميزة. طبعا ودار العظام من المستشفيات الرائدة متخصصة جدا في الفرع الجراحي المتخصص ده وهو جراحة العظام، وكل المستشارين فيها من أساتذتي وزملائي في كليات الطب المختلفة. وأنا كنت حاضر نواة فكرة وتشغيل المستشفى دي مع أساتذتي وزملائي من أول يوم، وشفت تطورها وزرتها وشفت إمكانياتها، وده بيخليني متأكد من مستوى الخدمة الطبية المتميز فيها اللي نقدر من خلاله نقدم خدمة تضاهي مستشفياتنا بره. جميل. طيب هل في يعني طفرات ثورات في عالم جراحة العظام حاصل في الخارج ونتعشم ان احنا يعني نشوفه حاصل عندنا في مصر قريب؟ طبعا حقيقة زي ما حضرتك تفضلت وتقول، جراحة العظام على عكس أي تخصص طبي آخر فيها طفرات بتحصل يعني يوم بعد يوم نظرا لكل الآلات الحديثة اللي بنستخدمها. فهذه حضرتك مثالين بسيطين جدا، احنا عندنا اصابات المراعج ومناظير ومفاصل فيها طفره كبيره في المناظير بالذات مفصل الفخذ، في دلوقتي خياطه عمليه خياطه غضروف المفصل زي مفصل الغضروف الهلالي للركبه، وكذلك عندنا مناظير الكاحل وفيها اعاده بناء الاربطه المتمزقه بالتدخل الجراحي المحدود او اللي بنسميه المينيمال انفيسيف سيرجري، وده بيساعد سرعه الالتئام والعوده الاسرع للملاعب. في مجال تغيير المفاصل حقيقي ثورتين حصلوا ويمكن الناس تسمع عنهم. اول حاجه الروبوت الجراحي، وده بنستخدمه في تغيير مفاصل الركب والفخذ، وتغيير مفصل الكاحل، وده برضو من العمليات الجديده جدا اللي دخلت مجال جراحه العظام، وبنستخدم فيها تقنيه اسمها ال 3D Printed Patient Specific Instruments. جميل. او والتطور الثاني، معلش انا بستعجل حضرتك، انا اسف بس ان احنا لازم نطلع يعني فاصل خلال ثواني، والحدث الاخر هو ايه؟ الحدث الاخر في تغيير مفاصل الكاحل ال 3D printing او طباعه ثلاثيه الابعاد لالات خاصه بكل مريض عشان نقدر نحط المفصل في المكان التشريحي الملائم ليه بالظبط، لان الوضع التشريحي للمفصل بيختلف من عند الثاني بالظبط زي بصمه الايد. جميل. لا الحقيقه يعني بنتمنى اكيد التوفيق، لان اكيد يعني من مصلحه الكل ان يبقى في كل فتره والتانيه ثورات وطفرات ينتج عنها حالات شفاء، لان احنا عندنا يعني ناس كتير قوي بتعاني وخصوصا في يعني عالم العظام. انا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، نورتنا، وبتمنى لحضرتك كل توفيق، وبتمنى لك زياره مثمره لمصر ان شاء الله قريبا جدا.